السلام عليكم. النهارده الفيديو 14 معانا في ورشه ريفيت انسايد بيلدينج برفورمانس اناليسيز. النهارده هنتكلم عن الدي لايت اناليسيز والبروسيس بتاعته بشكل عام. اخر فيديو احنا اتكلمنا ان انت بعد ما تعمل الموديل وتدخله على البرنامج زي ما قلنا في الفيديو السابق وتحدد الزونات بتاعته او الفراغات بتاعتك، هتضغط على لايتنج وفي الاناليسيز تاب زي ما احنا شايفين كده، وبعدين هتظهر لك شاشه هتختار ران نيو اناليسيز عشان دي اول مره تعمل الاناليسيز بتاعتك. لو انت عملته قبل كده هتختار الخيار الثاني وبعدين تختار جو. هتظهر لك شاشه ثانيه خالص وهي هتلاقي فيها اكتر من خيار. اول خيار هو اناليسيز هتلاقي جواها اكتر من خيار برضو. انت هتختار اول واحد معانا النهارده هنتكلم عنه وهو الدي لايت اوتونيم، وده بيعمل تحليل للفراغات الداخليه وهل الاضاءه بتوصل كل الفراغات ولا لا. تاني حاجه الليفل، انت بتحدد الليفلات بتاعتك، انت عايز تعمل التحليل لكل الليفلات جراوند فلور فيرست فلور سكند فلور ولا بتختار ليفل واحد. احنا في الاول هنختار اول وبعد كده هنعرف ايه الفرق بين ان انت تحدد اول وبعدين او تحدد ليفل واحد بس. تاني حاجه هنتكلم عنها قبل كده احنا قلناها برضو اللوكيشن، انت طبعا ذكرنا قبل كده ان انت اللوكيشن بتحدده من اول الخطوات. تاني حاجه التايم، التايم عاده انت بتحدده لو انت عامل اي تحليل تاني غير الدي لايت اوتونيم، بس في الاوتونيم دوت انت بتلاقي ان الاوريدي التايم متحدد لك ما بتعملش اي تغيير او تختار التايم. لكن في تحليلات تانية هنتكلم عليها في الفيديوهات الجايه اللي هو زي الليد مثلا، هنشوف الخطوات ازاي انت بتحدد التايم اللي انت عايزه. في مصطلحين مهمين جدا معانا في التحليل دوت وهو ال SDE وال ESA. ببساطة كده الاولاني ده بيعبر عن المساحات اللي بتستقبل اضاءة طبيعية بمقدار 300 لكس. اللكس هي وحدة الاضاءة لمدة 50% من 650 ساعة. والمصطلح التاني بيعبر عن مساحة الفراغات اللي بتستقبل اضاءة طبيعية بمقدار 1000 لكس لمدة اكتر. وبالتالي انت من خلال التعريفين دول بتعرف ايه اني فراغات بتستقبل طاقة اكتر او بتستقبل اضاءة طبيعية اكتر او دي لايت اكتر. اخر حاجه معانا وهي الكلاود. احنا اتكلمنا في الفيديو اللي فات ان اغلب الاناليسز اللي احنا بنعملها فري، لكن الدي لايت اناليسز في بعض منها مش فري ولو هي اكتر من 1000 متر مربع زي ما احنا ذكرنا في الفيديو اللي فات. طيب ايه امتى يبقى فري وانت مش فري؟ قلنا لو اكتر من 1000 متر مربع، وتاني حاجه لو انت اخترت اكتر من ليفل زي ما احنا شايفين كده. لما هنختار شيك برايس هيطلع لنا 3 كريدت. طيب انت اوريدي معاك 5 كريدت بتاخدهم فور فري من اوتو ديسك، فانت تحاول ما تستخدموش اناليسز ديت، يعني انت ممكن تعمل اناليسز لكل ليفل لوحده هيبقى فري. احنا هنختار دلوقتي طبعا ان احنا عايزين ليفل 1، هنعمل شيك برايس تاني هنلاقي ان هو زيرو، بعدين نضغط على ستارت اناليسز هنلاقي ان هو هياخد بعض الوقت عشان بيعمل تحليل الموديل وبعدين بيعمله عشان يعمله تحليل. هنضغط اوكي، هنستنى شوية لحد ما يخلص التحليل، ممكن ياخد له من 5 دقايق او اقل او اكتر على حسب الموديل بتاعك وعلى حسب حجم المشروع. من المميزات ان انت وانت بتعمل الاناليسيز ان انت ممكن تعمل اي حاجة في البروجكت بتاعك، مش هتفضل واقف مستني، لا عادي تشتغل ومش هتلاقي ان المشروع بتاعك هانج مثلا او نوت ريسبوندنج، لا هيبقى شغال عادي ان انت تفضل شغال وتعمل اللي انت عايزه. اول ما هيخلص هنشوف ان هو خلص وهيبعت لنا رسالة يقول لنا ان هو خلص. هنشوف كده واحنا شغالين بنفتح عادي لايتنج دي لايتنج وهنلاقي ان هو لسه مخلص. انا هعمل هايد لبعض العناصر عشان التحليل يكون واضح لما النتيجه تطلع زي ما انتم شايفين كده. هو كده الاناليسيس خلص. اول لما يخلص هيظهر الرساله ديت، اضغط اكسبت. بعدها هيظهر السمري للريزلتس بتاعتك، هنلاقي ان 34% من مساحه المبنى بتستقبل اضاءه SDE وبالتالي انها بتستقبل اضاءه اقل. وهنشوف دوت لما نفتح الانسايت لايتنج ليفل 1، هنلاقي البلان موضح عليه الاماكن اللي بيدخل فيها اشعه شمس والاماكن الاضاءه الطبيعيه بمقدار 300 لكس بشكل عام لمده اقل من 3650 ساعه. ممكن تختار في الاناليسيس كونفيجريشن نوع النتيجه اللي انت عايز تظهر لك، يعني ممكن تختار ال اس دي اي او ال اي اس اي على حسب انت عايزهم، او ممكن تختار الفراغات يقسمها لك على حسب الفراغات. ممكن نحرك الليجنت عشان تبقى واضحة بالنسبة لك، او لو هتستخدم النتيجة في البرزنتيشن او مشروع كده. الفيديو كده خلص بالنسبة لنا، والفيديو الجاي ان شاء الله هنتكلم عن نوع تحليل تاني وهو الدي لايت ليد. يا رب يكون الفيديو واضح بالنسبة لكم، ولو حد وقف معاه حاجة وان شاء الله ارد في اسرع وقت. ما تنسوش اللايك والسبسكرايب وشكرا.